يعني قول ايه اللي حصل في الجلسة يعني جوه، وايه اللي حصل في الشرحين نفسي قال ان المتابع صنع تصرفاته واختياراته وغير مصاب اي مرض عقلي، وبالتالي اصبح يعني الفترة الأخيرة انتشر في السوشيال ميديا اللي هو ممكن ياخد كلام أي كلام. يعني قول لنا إيه اللي حصل، إيه اللي حصل جوه بالظبط؟ الفني من مستشفى الأمراض العقلية كان المحكمة أمرت بعقد المتهم عليه بناء على طلب المتهم والعميل عشان تقفل الباب عشان ما يبقاش في حاجة خلاص. المحكمة أثرت في حالة التقرير قال ايه في الطب النفسي؟ قال ايه الناس عايزه ان المثال مسؤول عن جميع التصرفات بتاعت الحريه والاحترام تمام قبل واثناء وبعد. تمام قول لنا بقى يا فندم يعني توقعاتك ان النهارده هي العامه اولا توقعات بروحها رائعه تمام وقعدت الجلسه وقعدت الجلسه دلوقتي وهتأمر مش حكم هتأمر بحالة دلوقتي هو في مداولة يعني الحكم هل هيكون بعد المداولة؟ مش النهاردة مش حكم النهاردة النهاردة حالة للمفتي وهيقول كده في قراره وحددها الجلسة كذا للمفتي تمام الجلسة اللي جاية حكم الإعدام يعني الجلسة اللي جاية هيكون حكم الإعدام حكم الإعدام تمام ولكن في النهايه القرار من المحكمه المقرره تقرير الطب النفسي المستشفى العباسيه جاء جازما ان المتهم مسؤول مسؤوليه كامله عن افعاله ولا وغير مصاب باي اضطرابات وقت الواقعه او حاله وهو مسؤول المسؤوليه الكامله عن افعاله حكم الحاجة قرار من المحكمة الموقرة في حالة أوراق المتهم إلى قضية المفتي لإنزال حكم الإعدام عليه وإن شاء الله حل البنت مش هيروح مش كل واحد بقى يتقدم لكفة الواحدة أو وأهلها يرفضوه إن هو يروح يقتلها لا ليس هذا السبيل في المجتمع ليس هذا السبيل في المجتمع كل واحد يروح يقدم الواحدة اللي تتبطها أو يحبها ترفضه ويروح يجهز وقتلها ما ينفعش الكلام ده يا فندم وإحنا عملنا بالله كبير وفي قرار المحكمة في حالة أوراق المتهم إلى لنا حضرتك يعني اللي حصل ده أمر طبيعي ولا ده حاجة استثنائي في القضية؟ نعم إحالة أوراقه إحالة إحالة أوراقه ديت لازم المحكمة الحين تأمر بإحالة أوراق الفضيلة المفتي لأخذ الرأي تمهيدا لإنزال حكومة الإعدام به إحالته للطب النفسي أمر طبيعي ولا المتهم على سبيل الدفاع على سبيل دفاع المتهم تمام على سبيل دفاع المتهم ولكن التقرير جازما المتهم مسؤول المسؤولية كاملة عن أفعاله وقت الواقعة توقعاتك بعد الإعدام حالة الأوراق لفضيلة المفتي لإنزال حكومة الإعدام عليه ولا تأجيل لا اليوم حضرتك لو مكان القاضي كنت لا بعد حين خروج المحكمة على المنصة مرة أخرى وإصدار القرار حضرتك انتظار خروج المنصة حين المفتي حضرتك لو مكان القاضي كنت أحلته للطب النفسي ولا كنت حكمت من أول جلسة؟ هو حل الطب النفسي بالقرار من المحكمة من الهيئة السابقة الحال وتم الكشف عليه وانتهى تقرير الطب النفسي إلى مسؤوليته مسؤولية كاملة تقرير جازم يعني ده أمر طبيعي وإجراء طبيعي لإثبات مسؤوليته ومسؤولية الكاملة تمام. عن الواقعة التي ارتكبها واحنا ان شاء الله في انتظار قرار المحكمة بإحالته لفضيلة المفتي تمهيدا لإنزال حكومة الإعدام عليه شكرا بنرحب بيك قول لنا ايه اللي حصل جوه في الجلسة في الفترة الطويلة اللي حصل في الجلسة التقرير ورد بأن المتهم مسؤول مسؤولية كاملة
عن افعاله وقت ارتكاب الواقعه. وانا برضو عايز اقول كلمه ان اللي عمله ياسر بيسنجاب الجلسه اللي فاتت بقى حاله المتهم للامراض النفسيه هو في صالح سلمى، قطع الطريق عليه في محكمه النقض ان ممكن كان اثار الامر دوت، وقال ان تم ان انا مريض نفسي والقاضي ما حولوش للامراض النفسيه والعقليه، ولكن عشان بعد كده ما يجيش قدام محكمه النقض ويقول لك اخلوا بحق الدفاع وما ودانيش الطب النفسي، لا القاضي حلها. يعني هو نهى الموضوع، نهى من هنا عشان لما يحكم ما يكونش فيه اي نقض، والحكم باذن الله هيكون حاله اوراق المتهم لفضيله المفتي، ممكن انه مش النهارده، ممكن يحجزها لاستماع الحكم بكره. طب ليه الاسباب وان شاء الله النهارده ممكن، لا ليه الاسباب اللي ممكن تاجيل او ايه الاجراء اللي ممكن؟ والله ممكن المحكمه تقول لك ايه عشان نسبب الحكم عشان نكتبه، ولكن ممكن الحكم بنسبه 90% يصل النهارده بحاله اوراقه لفضيله المفتي. يعني ان شاء الله بنسبه 90% نقول ان النهارده هيحول اوراقه لتنام وترتاح واهلها يرتاحوا وهتاخد حقها النهارده وقضاءنا عادل باذن الله ان شاء الله. كل ده كان تضييع وقت، وهي الحمد لله باذن الله احاله لفضيله المفتي ان شاء الله. بقول لحضرتك لو انت مكان القاضي كنت حكمت عليه فيه؟ هحكم بالاعدام. هو انا هحذر من اول جلسه اول جلسه هطيره للعشماوي وهيروح لابو جهل وابو لهب، مفيش حوار عنه. قول لنا بقى يعني لو انت مكان القاضي قلت له هعدمه ولا ايه يا قماش؟ قول لنا بقى يعني كلمه لحضرتك لكل الشباب اللي بتحاول كلمة؟ يعني قول لهم حاجه من الحكم ما قاطع، ما تحبش كتير قوي عشان ما توصلش زي اسلام. وعايز اقول كلمه واحده، والد اسلام لما كان بيعيط الجلسه اللي فاتت بتعيط ليه؟ ما هو تربيتك، ما هو تربيتك. وبعدين هنقول ايه؟ وسيدنا الخضر لما موت قال له كان ابواه صالحان، فقلنا اما نموته احنا بقى هنخلص، عشان انت اذا كنت راجل صالح فاحنا بننجيك منه، واذا ما كنتش كده يبقى احنا دي نتاج تربيتك. طب رساله بقى، رساله اهل سلمى برضو مظلومين بنتهم. رساله من حضرتك لاهل سلمى تقول لهم ايه؟ ارتاح دلوقتي احنا الحمد لله حقها جه ومش راح ان شاء الله، كل اجراءات المحاكمه لصالحها. يعني كل الاجراءات ديت لصالح سلمى ولصالح اهل سلمى. اهل سلمى والحمد لله على كده. الحمد لله، شكرا شكرا جدا ليك. زي ما احنا تابعنا معاكم اعزائي مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا من داخل، زي ما احنا متابعين معاكم اعزائي متابعي ومشاهدي منصه ابو كبير ميديا في كل مكان من داخل محكمه جنايات الزقازيق، عرضنا لكم يعني رد المحامين ورايهم في قضيه فتاه الزقازيق سلمى بهجت. يعني بنحب نشكركم وانتظرونا يعني خلال دقائق هنوصل لكم الحكم القاضي. شكرا جدا لكم.